أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله وسلم تسليما كثيرا. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله أكون معكم في درس اليوم، لا أقول بدل شيخي، ولكن يعني جهد مقل إن شاء الله. ندعو الله عز وجل أن يتقبل. إن شاء الله will be substituting the sheikh today. I'm not qualified to be a substitute, but إن شاء الله will do something may Allah سبحانه وتعالى accept. اليوم أريد أن نذكر معكم كتابا من كتب إمام من إمام المسلمين، من أئمة المسلمين رحمه الله عز وجل، الإمام ابن القيم. له كتاب جميل ورسالة مختصرة. أقول رسالة الإمام ابن القيم في نصيحته أو في نصحه لأحد إخوانه. رسالة الإمام ابن القيم في نصحه لأحد إخوانه. أخ من إخوانه في الكتاب اسمه علاء الدين طلب من شيخ ابن القيم أن يذكره أو ينصحه، فكتب له هذه الرسالة. رسالة يعني بسيطة جميلة، ركز فيها عن الصلاة، على الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي ملاكه كل الأمور. يعني قال كيف يحسن الإنسان صلاته، ولماذا الناس في غفلة. فإن شاء الله نلقي إطلالة كما يحب أن يسميها الشيخ دكتور صلاح، يعني إطلالة على هذا الكتاب إن شاء الله، لعل الله عز وجل ينفعنا بما فيه من نصيحة إن شاء الله. tonight we'll talk about a book, a small book which originally is a message or a response to a request from one of the friends of a great imam, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. One of his friends asked him for advice, so he gave him advice. This advice, the core of the advice is about salah. But the way he introduced it is, mashallah, worth mentioning. So I wanted to share with you a few points of that book, inshallah, Rabbil Alameen. So may Allah benefit us with it, inshallah, Rabbil Alameen. أولاً يقول الإمام ابن القيم بعد دعائه لصاحبه، يقول جعله الله مباركا. أول شيء نستفيد به من هذا الكتاب، نستفيد من هذا الكتاب يعني الدعاء، دعاء الأخ لأخيه. هذا أمر نفتقده، سنة من السنن المهجورة. عندما يدعو الله أصلحك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. حتى جزاك الله خير تكون صعبة أحيانا على الإنسان. فالدعاء الأخ يقول جعله الله مباركا أينما كان. شوف الدعاء الجميل، جعله الله مباركا أينما كان. ثم ذكر لماذا دعا له هذا الدعاء، فقال فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. البركة إن الإنسان ينتفع به حيثما كان، هذا من بركتك. تعرف أن لك بركة أم لا إذا كان يعود على الآخرين بالنفع، خصوصا إذا كنت تعلمهم. سبحان الله، شوف في مقدمة الكتاب أول سطر بس فائدة عظيمة جدا. The very first line of the book, الشيخ ابن القيم he is making dua to his friend who asked him for that letter that he wrote, and he says may Allah give him blessing, may Allah make him blessed wherever he goes. Then he mentioned why, and I am saying that subhanallah, this is a sunnah that we do not have when you make dua for each other. You know, we make dua that Allah Azza wa Jal give you blessing. May Allah make you blessed wherever you are. May Allah give you long life to obey Him. وهذه يعني like that. Even جزاك الله خير becomes hard sometimes to mention to people. We forget. فأدعو الله لأخيك. يعني make dua for your brother and the sisters. Make dua for your sisters. This is a good way, the good etiquette of Islam. Then he says, what is the meaning of a person being blessed wherever they go, that others benefit from you? If you find that you are always a liability on others, this is lack of blessing. But if you always find that you benefit others, that's a blessing. يعني عندما ترى نفسك دائما في حاجة للناس 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 هكذا، هذا في قلة بركة. يعني واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. The upper hand is better than the lower hand. الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر متساوي، يعني تنتفع من الناس وتستفيد من الآخرين، لا بأس، يعني ما في مشكلة. يعني but if you are mutually benefiting and benefiting others, benefiting from and benefiting others, الحمد لله no problem. But you see which one is more. هذا زيادة في البركة. شوف من
منهما أكثر من الأخرى. ثم فسر قول الله عز وجل على لسان المسيح عيسى بن مريم، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. قال في التفسير: أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. هذا معنى الكلام لسيدنا عيسى، يقول: جعلني مباركا أينما كنت. ما هي بركة عيسى؟ يعني ما كان عيسى عليه السلام ينفع الناس؟ العلم، صح؟ كان النفس ينتفع به العلم، ويبرئ الأكمى والأبرص بإذن من؟ بإذن من؟ ده بركة، يعني ينتفع الناس به من البركة التي جعلها الله عنده. يعني when سيدنا عيسى عليه السلام مد دعاء that I mean he introducing himself, he says Allah made me blessed wherever I go and he ordered me to do the salah and zakah and all of that. What is the blessing that people benefited from سيدنا عيسى؟ That he taught them to go back to Allah. And also he healed the people who are sick in the name of who? Of Allah. So people benefited from the gift that Allah gave to Isa alayhi salam. يبقى البركة هي أن تنفع الناس بما أنعم الله عليك به. تنفع الناس بما أنعم الله عليك، لا تبخل به. إذا كان مالا، إذا كان صحة، إذا كان عقلا، إذا كان تدريسا، إذا كان ابتسامة، إذا كان مساعدة، تحمل رجلا، تعين صانعا، تصنع يعني لأخرق أو ما إلى ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بركة. فبركة الرجل في نفع الناس. فهمنا هذه النقطة الحمد لله. The first point here is that your بركة is how much people benefit from you. Whether it is money, whether it is intelligence, intellect, whether it is health, whether you can do something for some people or help someone, give someone a ride, do something just to benefit people. So the more you find people benefiting from you, هذا أمر يعني this is a very important thing. وكان في حديث سبحان الله حديث عبد الله بن عمر، وأيضا هناك حديث عبد الله بن عباس، وكلاهما في الطبراني، يعني معجم الطبراني. معنى الحديثين يعني مع بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديثين حسن يعني في رتبة الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية هذه أن لله نعما عند بعض عباده أقرهم عليها. أن عند ربنا إيه؟ شوف يعني الطريقة، أن لله عند بعض عباده نعما أقرهم عليها يبارك لهم فيها. معنى الكلام يبارك لهم فيها ما لم يملوا في اعطاء الناس، يعني في عندهم نعم ياتيهم الناس عليها، ربنا اقرهم عليها، قال النعمه دي عندك طالما انت بتساعد من الاخرين، فاذا ملوا اخذت منهم فاعطيت لغيرهم. اليوم اللي تشتكي فيه فانت وانت تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. هذا حديث يعني في رواية ابن عباس قال ما لم يضجر، يعني يأتيه الناس، في عندك نعمة يأتيك الناس لأجلها يبارك الله لك فيها ما لم تضجر. تقول ايه بقى الناس دي مش هيسيبوني في حالي، يعني انا هيتركوني في حالي، يعني وانا هقول شغلانة دي، فتضجر تذهب النعمة سبحان الله. سو ده حديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم that Allah chose certain people to have certain favors, certain blessings. Not only for them, but for people to benefit from. يعرفك الناس بها. يعني people will know you for that. So they will come to you and knock on your door. في ناس كده. Either knowledge or money or this or that. واحد خدوم للناس. Somebody helping everybody. For everybody goes to them wherever there is a problem. Come with me, they have an issue. تعال معايا عندي في طلاق، في زواج، في كده. هذا الشخص موجود. فأنعم الله عليه بهذا، له وجه عند الناس، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. فهو يضجر تذهب منه على طول. Once he is gonna get bored or he is going to get annoyed from people asking him, الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله will take it, give it to somebody who will not be annoyed. فبي careful. هذا مهم يا أخوان، أكون حذرا لأن ممكن يكون اختارك الله. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث يا أخوانا؟ من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. The one who is among the people
and he is patient for their harm. He is better than the one who isolates himself and he is saved from people's harm. يعني انت بتخالط الناس خلاص, انت ممكن تشتري دماغك زي ما بيقولوا عندنا, كبر دماغك تشتري دماغك بس لن يعود عليك بشيء, لان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, هتاخد اجر. You are going to take reward. You can save yourself from headache, yes. But what is going to happen? This will go to someone else. فيعني sometimes we look to things negative. احيانا بننظر للاشياء بسلبيه. كان الشيخ الدكتور صلاح حفظه الله جاء عندنا في مسجدنا وذكر القصه, اعتقد انه ذكرها هنا ايضا يعني بس لا ادري. قال ان احد ابناء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان غنيا جدا في قريش, كان عنده غني غنى شديد يعني. ففي مره يجلس في بستان له فقالت له زوجته بئس القوم اخوانك, تشتم اهله يعني. فما غضب عليها يعني, ما غضب منها. لا لماذا؟ قالت لا يعرفونك الا ايه وقت الرخاء. اما وقت الشده شوف شو وش حد يجي لك, بس وقت ما انت عندك الحصاد والبساتين شغاله والفاكهه وكده تجدهم حواليك يعني. قال والله نعم قومهم. قالت له كيف؟ قال لانهم لا يسالونني وليس معي شيء, يسالونني وانا معي. شوف هو بينظر لها ازاي, ما احرقونيش يعني, يعني جزاهم الله عني خيرا, ما ياتوني الا وانا استطيع اكرامهم. شوف يا اخواننا, شوف يا اخواننا, انا والله العظيم عندما ذكر هذا الامر الشيخ انا ما نمت ليلتها يعني, قعدت كده يعني مش مصدق نفسي يعني, كيف ماذا نفعل يعني. احيانا الانسان يتعب من الايه, من العائله يحتاجون الى نصحك والناس يسالونك وتعال عندي مشكله وكده, وانا خلاص بقى يا اخواننا من عندي حياه انا كمان. بس عندما قال هذا الشيخ قل سبحان الله, لو لم يعرفوا ان عندي لهم حلا ما جاؤوني. صح, لو لم يتوسموا في العلم والصلاح والخير ما جاؤوني. لماذا ارفض انا؟ ادعو الله العون, اللهم اني اسالك العون, اياك نعبد واياك, بس هو كده خلاص. وعيش هكذا, عيش هكذا. فالشيخ دكتور صلاح, وانت منشن ذا ستوري ذات وان اوف ذا تشيلدرن or the sons of سيدنا عثمان بن عفان was very very rich, billionaire يعني. But you know how the business is. Sometimes you are a billionaire but you don't have liquid cash يعني. One of those days, so his wife tells him, worst family is your family, your brothers. And he said, why? He did not be angry with her or this. He said, why? He said, because they only come to you when you have money, when the harvest is here and everything, they just come running. But look, nobody's around. He said, Allah, they are the best people. She said, why? He said, because they come to me only when I'm able to help them. They don't embarrass me. Because the worst thing is when somebody asks me for help and I can't do. See, switch. In English, هذا في اللغة الإنجليزية يعني, وفي السيكولوجي في علم النفس يسمونه reframing. Reframing يعني إعادة التصور. يعني واحد بينظر للمسألة من ناحية, أنت تخليه يبص لها من إيه؟ من ناحية أخرى تماماً. فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد جاءه وقال له متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ شوف يعني المفروض تسألني ماذا أعد لها؟ ما تقوليش إمتى؟ فعمل له ريفريمينج يعني. خلاص؟ فيعني إيه؟ This is called reframing. فشي is thinking one way, he is thinking about the same thing. يعني the same act she defined it as bad, he defined it as good. نفس الفعل. إخوانك لا يأتونك إلا وقت الرخاء, هي تقول سلبي هو يقول إيجابي. الرجل she says it is negative that they only come to you at the time of ease, هو يقول this is not a negative thing, that's actually a positive thing because they come to me when I'm able. And then when the sheikh mentioned that, I could not sleep that night. I swear that I could not. Then I do this. Why people keep asking, why people keep calling, fatwa, fatwa, question, divorce, marriage, this, that, and family and students and everybody, like it, your whole day is like this. And I say, why? يعني سيبوني في حالي, leave me alone كده sometime for my family يعني. Then I say, والله if they don't know that I'm qualified and I can help them, they will not come. People come to the one that they think he will help them or she will help them. So people come,
I know it is hard, but you should thank Allah and ask Allah for help. بس العون. You should ask Allah for help. لأنه إذا أعانك الله فقد اختصك. ربنا اختصك أولا أن الناس يأتونك، وبعدين اختصك ثانيا أن يقول لك أنا في عونك. كان الله في عون من؟ في عون العبد. ما كان العبد في عوني؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله will keep helping you as long as you're helping others. So you will help others according to your level يا أخواني. وأنا أسيد طب يفهم لك ديس what about الشيخ صلاح يعني what about him يفهم لك ديس يعني nobody compared to him what about him and then I asked the sheikh he said يعني it is 10 times like this. When you sleep يا شيخ he said لما شاء الله when Allah wishes سبحانه وتعالى we sleep. فيا أخواني هذا الدعاء أن يجعلك الله مباركا. اللهم اجعلنا مباركين أينما ذهبنا رب العالمين. قلوا أمين يا أخوان. May Allah bless us but no understand the meaning of blessing. فهذه خاطرة من الخواطر لليلة يعني. أنا مش هشرح الكتاب يعني. أنا شرحت الكتاب من قبل أكثر من مرة يعني في 5 حلقات كده أو شيء يعني. بس احنا نمشي عليه ناخذ بعض الدروس يعني. I will not explain the whole book but we'll take some of the points. قال أيضا ومن تأمل حال الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله. لذلك قال الله عز وجل لنبيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال معظم الخلق عندهم هذه الأشياء يغفل عن الغفلة عن ذكر الله. ممكن إنسان مش متبع للهوى بس غافل عن ذكر الله، بينام كتير مثلا، يأكل كتير وينام كتير ويعني منغمس في الحلال مش في الحرام، يعني مش متبع هواه الرجل يعني ولا شيء مشي صح بس غافل عن ذكر الله. هذه واحد. وممكن يتبع هواه أشد، يعني عنده غفلة والغفلة ممكن تؤدي إلى اتباع الهوى على طول. أنت لو ملتزم بذكر الله تكون بعيد عن اتباع الهوى، بس لو غافل عن ذكر الله مش شرط تكون عندك اتباع الهوى، بس سهل ان انت تروح عنده يعني. اتبع الهوى والعياذ بالله. وكان امره فرطا، كل الامر فرط. عارفين العقد كده مفروط، مفيش ذكر وفي غفله عن ذكر الله ومتبع للهوى خلاص. أرأيت من اتخذ الهوى هواه افانت تكون عليه وكيلا. يعني اللي اخذ الهوى هواه اضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد يستطيع. So three things that most of the people have according to Imam Ibn al-Qayyim. One is heedlessness from the dhikr of Allah. Two is following one's own desire. Three is that everything will be in chaos. Like everything will be detached. Will not be arranged, will not be organized. Misdab يعني. No order. There is no order of things. So his affairs are lost, loose. He cannot hold anything together. It is incoherent. دي الكلمة يعني الأدق. It is incoherent. His affairs will be incoherent. There is no coherence in the things, no harmony. A person can be heedless from the dhikr of Allah, yet not following their own desire. But most likely they will. ذكر الله يعصم الإنسان. ذكر يعصم الإنسان. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك مش يعني معه فلوس. ممكن يكون معه أموال الدنيا كلها. بس معيشته ضنك برضو. ضنك هذا في القلوب. صح؟ الضنك فين؟ ينظر إلى ما حوله لا يسعده شيء. الدنيا كلها لا تساوي عنده شيء لأنه ما فيش ذكر. طيب ممكن واحد فقير والدنيا برضو عنده لا تساوي شيء صح؟ بس قلبه عامر بماذا؟ بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. عارف أنه مش خسران يعني. أما الآخر
فانشغل بالدنيا ولا يسعده شيء، بس هو لا يدري ماذا يسعده. So Allah عز وجل said that whoever takes my words, he will never go astray and he will never be miserable. But the one who avoids my dhikr, the Quran يعني and the dhikr of Allah عز وجل, he will live a miserable life. Miserable life does not mean that you don't have money. You're going to have the money of the world, but you still have a miserable life. Why? Because that person thinks that happiness is material. They have all the material, there is something missing, but they don't know what. And another person, so he does not care about this whole dunya because it's not, did not make him happy. Another person who's poor, and he does not also care about this dunya, but he's happy. Why? Because he's with Allah. He knows that he's not losing. If he does not have the dunya, inshallah, he will have the akhirah. سعيد سعيد السعيد من أسعده الله عز وجل. هذه أيضا خطرة أخرى أن معظم الخلق هكذا. وقال أمر الله نبيه ألا يطيعه، فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يعني ممكن واحد يطيع هؤلاء؟ آه طبعا سهل، صاحبك وحبيبك وصديقك وكذا، بس غافل عن ذكر الله أحيانا تطيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطع هؤلاء، إن لم يكن لك عليهم أثر جيد فلا تجعل لهم عليك أثر سلبي. يعني منك أنت عليهم لا تستطيع أن تكون لك أثر جيد، خلي بالك الأثر السلبي يأتيك. يعني if you cannot benefit someone be careful if they harm you. Because sometimes حتى في علم النفس وفي اللغة هنا يقولون toxic relationship، يعني someone can love someone but they are toxic for them. Toxic. يحبوا قوي بس أثره سلبي، أثره سلبي، وبيحبوا الحب العاطفي الفطري الأشياء هذه، بيحب الشخص بس أثره إيه؟ مدمر سام يعني. Toxic relationship. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله رسوله كانوا أباءهم وأبنائهم وأخوانهم وعشيرتهم. صعبة ها؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسدها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فوالله لهذه قوم الفاسقين. نعم سورة إيه؟ التوبة. So الله عز وجل he said that some people can يعني yeah you can love someone but that person is toxic for you. So الله عز وجل finished the deal, you know, he said the love has to be for Allah and His Rasul. خلاص. And your love for human has to be according to love of Allah and His Rasul. If somebody leading you to Allah and His Rasul, great. If somebody is not leading you to Allah and Rasul, leave him. Good. Alhamdulillah. Fine. You can be both good people, but you cannot be together. لا تجعل الحب في قلبك لأحد يبغى على الحب لله عز وجل. So Allah عز وجل said in those two ayahs I mentioned that you'll never find people who are good believers that they be nice or love those who are against Allah and His Rasul. The more the people disobey Allah and His Rasul, the more they should be away from you as well. Okay. فأيضا النبي الله ordered the Prophet صلى الله عليه وسلم not to obey these people because you can obey. قلنا الصاحب ساحب، صاحب إيه؟ ساحب. والمرء على ديني خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم تجد زينة الحياة الدنيا في الآية. يعني do not Allah telling him do not move your eye away from the good people to be distracted by the people of dunya. Telling that to رسول الله، فما بالكم بنا يعني نحن. يقول الإمام ابن القيم والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى. جعل في زواج يعني زواج الشر هذا. قال ايه؟ الغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد عن هذا الزواج كل شر. So he says when the heedlessness from Allah and His Akhirah is espoused with following one's own desire, the result or the baby that will come out of that marriage will be every evil you can imagine. هو هذا. نعم أحسنت. هو هذا ما يحدث الآن. تجد كل واحد في راسه كده وما شاء الله أمريكا بلد الحرية.
كل واحد الهوى بتاعه حاجة مختلفة تماما. ستجد مسجد فيه مكان يعني أدعو الله أن يكون المسجد مفيش أهواء يعني، بس أي مكان آخر فيه 100 شخص تجد فيه 400 هوى، مش 100 يعني، لا هم حسب الأحوال. ما وصل الهوى يتغير حسب الأحوال يعني، خلي بالكم. The desire can change based on need. That's what happens now. Somebody follow their own desire and the country or culture like this, everybody, their desire is, I can say whatever I want and I can do whatever I want. So nothing is going to stop me. You cannot make ta'deeb to me. You're my father, but yeah, I can leave anytime. You are my husband, but it's okay. We're equal يعني, at the end of the day. Whatever you can do, الكلبشات تيجي على طول في كلمة واحدة. Any sister can pick up the phone and the husband will be guilty until proven innocent. I can tell you and I يعني assure you for that. بدون كلام يعني. ف when you have, and I'm not saying that all husbands are angels يعني ما شاء الله يعني، احنا برضو فينا مشاكل كتيرة يعني. We also have issues. Sometimes في فرعون كتير يعني. ف anyways, الهوى هوى. رجل امرأة وكبير وصغير وغني وفقير كله عندنا أهواء والعياذ بالله، بس لا يؤمن الإنسان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي أكد عليه ابن القيم في آخر الكتاب يعني، يقول الاتباع الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، إخلاص لله عز وجل وحنفاء على ملة يعني على شكل معين. So the saving from that is sincerity to Allah and in accordance with what Rasulullah came with. That saves you from this heedlessness and the following desire. Otherwise, all of us have desires. I have desires right now. But what makes me follow them or not follow them? Many other things. And I'm giving a lecture now. So nothing is going to distract me from that. You are listening to the lecture now. You do not want to do, you want to go out, you want to stand outside, drink some coffee or tea with your friends. That's a nice thing to do. أحسن من الرجل الممل ده. أه فيعني بكلم بسرعة وممل كده وعمال اتنطط في كل حتة يعني، برضو تشرب شاي بره أحسن. بس إيه؟ أنت تقول برضو لعل استفيد، يمكن يطلع منه كلمة حلوة كمان شوية مثلا. فهذا إيه؟ يجعل الهوى مقيد. سبحان الله، أنا بضحكهم بس عشان إيه كلنا بنستفيد يعني. So I have desires, you have desires. بس I'm giving a lecture. So any desire that comes that will oppose me giving lectures, I should keep it aside. You have desire, as I'm mentioning now, يعني going outside, drinking coffee, socializing and all that, much better than this boring guy speaking here. You know, speaking about this and this and that and that and making us all feel bad about ourselves. Why? I go socialize out with people who love me and I love them. But you say, maybe I learned something nice today. Maybe. ممكن. كده يعني. فسبحان الله. أحيانا الهوى هذا يعني يغلب على الإنسان. يغلب. يعني it comes overpower you. تذكر الله عز وجل. تذكر القبر. تذكر يوم القيامة. تذكر هذه الأشياء. Remember يعني all of this. Remember السنة. Let me do a sunnah. Let me help someone. غير الأمر يعني. إذا وجدت هواك غلب فتواضع لله عز وجل أو افعل شيئا ينفع الآخرين إن شاء الله تستفيد منه بإذن الله تعالى. قال إن هذين الأصلين هما أساس فساد أحوال الناس. أنت لازم تعرف المرض عشان تعرف العلاج. عرفت الشر لا للشر ولكن ايه لتوخيه، ولا اعرف الشر من الخير يقع فيه. كان الحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، حديث الفتن المعروف يعني. فكان يسأل السؤال ايضا عن تجنب الإثم، وهذا مهم يعني، مش لازم نعرف الخير فقط، لا نعرف تكلم عن الجنة برضو تكلم عن النار عشان ما نروحش فيها يعني، تكلم عن المعاصي عشان ما نوقعش فيها، تكلم عن الطاعات عشان نعملها جميل، بس نعرف المعاصي أيضا يعني.
فقال فساد أحوال الناس عن هذين الأصلين، الغفلة واتباع الهوى. قال الغفلة لابن القيم يعني يقول إيه؟ الغفلة تؤدي إلى الضلال، واتباع الهوى يؤدي إلى العصيان، ومن ثم غضب الله عز وجل. لذلك نقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم وإيه؟ ولا الضالين. فالجماعة الضالين ضلوا ليه؟ عندهم غفلة. هو مبسوط كده بالتلفزيون والآيفون والحاجات دي، مش عايز يتعلم يعني، لا يريد أن يتعلم، فهو غافل يعني، يفوت حاجات كثيرة جدا. هو يعرف أن فيه علم وفيه أشياء، بس يعني مش عارف، مش عايز يعني. أما المغضوب عليه هذا عارف بقى، بس اختار أن يغلب هواه عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا أخونا الفرق؟ في واحد ضل، في واحد مغضوب عليه، عفانا الله إياكم يعني. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني اتبعوا هواهم فغضبت عليهم يا رب، ولا الضالين غفلوا عن ذكرك فضلوا يا رب، عافنا منهم. قولوا أمين. احنا بنقول أمين على طول كل يوم، هو ما لازم تعرف تقول أمين ليه يا أخوان. هذا هو مهم يعني. That's why سورة الفاتحة we say Allah guide us along the straight path, the path of those on whom you bestowed your favors, not the ones that you that the ones who gone astray or the ones you have your wrath upon them. فإمام ابن القيم saying this happens. ما شاء الله مولانا أهل وسهلا. إمام ابن القيم say this happens because of those two things. One is heedlessness from the ذكر of Allah that will make a person go astray. Because you're not protected, you're not remembering Allah. ما فيش علاقة يعني. And the other one is because they know, but they choose to follow their desire. So when a person is ignorant, will end up doing wrong, that is going astray, deviate. And a person who knows right and do wrong, that is intentional disobedience, that if no tawbah will be maghdoob, غضب of Allah عز وجل. عليهم غضب والعياذ بالله. وعشان كده ربنا قال في اللي يقتل المؤمن متعمد عليهم ايه؟ غضب، ملعون عليه غضب، لانه قتل وهو عارف يعني. يعني بس هو الله عز وجل said when the person commit capital murder without any reason for someone, Allah said they will have curse of Allah and wrath of Allah be upon them. Why? Because intentionally they disobeyed, intentionally they broke the code. سبحان الله. أيضا الإمام ابن القيم يقول، نخلص إن شاء الله على طول يعني، فيقول إني كيف الإنسان يعني يعرف الخلاصة. وتكلم في الصلاة عن ستة أحوال يعني في الصلاة، يقول إن في الصلاة هذه لها مشاهد معينة إن الإنسان لازم يعرفها حتى تكون الصلاة إيه؟ صحيحة. بعد أن نتكلم عن الصبر واليقين، he said that you know salah to be correct has to have six conditions. After he talked about the two tools and he told us most of the people are heedless. زي ما احنا تكلمنا يعني، كما تكلمنا قال الناس كلهم في غفله، غفله واتباع الهوى، عرفنا الامراض صح. الان هو يقول الحل، salah is the solution and to be a leader you have to have يقين وصبر. عشان تؤم الناس تكون إمام يكون لك إيه؟ صبر وإيه؟ ويقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا عن الناس، إن الصبر هذا يصبر، وليس يصبر سلبي يعني، لا يصبر يعني على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر عند البلاء، صبر أمر عظيم يعني. واليقين أن سيعطيك الله لا محالة، ما عندك شك في هذا الأمر يعني. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر اليقين الجازم، اليقين الجازم. ف to be a leader is to have صبر, patience, perseverance, fortitude, all this meaning of the word صبر. And يقين conviction beyond any iota of doubt.
unwavering trust. هذا كلمة يقين يعني. unwavering trust. يقين هنا يعني خلاص. إيمان ويقينا خالصا. يعني ما أحد يعرف يشككك فيه. ولا عندك شهوة تخرجك منه يعني. ولا عندك شبهة تطلعك منه. There is no doubt will come to your mind will move that يقين and there is no lust within you that will take this يقين out. الله موجود خلاص هذا يقين. تمام؟ فيقول هذا. ونحن ندعو الله يقول واجعلنا للمتقين يعني معناها ايه واجعلنا للمتقين إماما يا اخوانا؟ كيف تكون إمام للمتقين يعني؟ يعني واحد كده جاي يقول واجعلنا للمتقين إماما يا رب. هو ما بيعرفش يصلي اصلا. ممكن يدعي هذا الدعاء ولا لا؟ ممكن طبعا. وربنا يتقبل. بس عشان يبقى للمتقين اماما مطلوب منه ايه في الطريق؟ يأتم بالمتقين ايضا، صح؟ عشان كده الامام مجاهد في التفسير قال: واجعلنا للمتقين اماما، يعني مؤتمين بالمتقين. قال يعني هذا من ايه؟ من فهم لطيف لأئمة التفسير. هيقول لا ايه يعني من العكس ليه؟ هو الامر واضح وجعلنا المتقين اماما، يعني احنا اللي بقى ائمه المتقين. طب حلو، عشان تبقى ائمه المتقين ده توصل ازاي يعني؟ يعني تقول اللهم اجعلني معلما للناس، انت ما رحتش مدرسه لسه. اللهم اجعلني معلما، دعاء جميل قوي. مش تبقى معلم للناس، هذه مش لازم يكون لك معلم برضو ولا لا يعني؟ طيب والمعلم ده عشان انت عايز تبقى معلم جيد لازم معلمك يكون ايضا ايه؟ جيد أجود كمان. فاجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا مؤتمين بالمتقين حتى نكون للمتقين اللي بعدهم إماما. يعني عشان انت مش هنكون إمام لسيدنا أبو بكر يعني، انت هتكون إمام اللي جايين في الطريق لسه، صح؟ فتجعلني مؤتم بالمتقين حتى أؤم المتقين من ورائي. فهمتم يا أخوانا الحتة الجميلة دي؟ ابن القيم يذكر هذا الأمر يعني. يقول هذا من فهم السلف. اللي مش فاهم يقرا كده مش عارف شو خد باله يعني. اما اللي يفهم عمق الايات سبحان الله، هؤلاء الصحابه والتابعين هم الصق الناس برسول الله واقرب الناس له صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهو يقول ان الصلاه لابد ان يكون لها شروط ولها ايه مشاهد. قال فيها الاخلاص، مشهد الإخلاص، تكون مخلص لله عز وجل. مشهد التقصير مهما فعلت فأنت لا تستطيع أن تصلي الصلاة التي تليق بجلال الله عز وجل. فبنعمل قدر ما نشاء أو بنسلم كده ونستغفر الله يا رب اغفر لنا يعني. يعني ده اللي أقدر أعمله يعني. ولكن تحاول قدر الإمكان. So الصلاة you have to have sincerity in it and then you have to have the feeling of shortcomings like you know this whatever I do is not as perfect as it's supposed to be. سبحان الله. فدوس أرض ومشهد الصدق والنصح، يعني تكون يعني تصلي كما رأيت يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كما صلوا كما رأيت أمين تصلي أصلي as رسول الله صلى الله عليه وسلم did and follow him in every affair that he did صلى الله عليه وسلم. الإحسان، مشهد الإحسان، to do as much as better في تهجد بقى وفي صلاة وتطيل الركوع وتطيل السجود. You pray longer and you perfect your salah also. And then مشهد المنة، يعني ما كنت تقف للصلاة إلا وقد أكرمك الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الذي جاء بك إلى المسجد الليلة؟ مش سيارتك يعني، لا هو ربنا الذي سخر لك هذا أن تأتي وجعل في قلبك محبة أن تأتي. Allah is the one who brought you here. Yeah, your car brought you here, but Allah is the one who brought you here. فهذه منة لله عز وجل، لله الحمد وله الفضل والمنة. وأيضا هذا المشهد مشهد التقصير كما قلنا. خلاصة الأمر كله قال الإمام ابن القيم في آخر صفحة في الكتاب: ملاك هذا الشأن أربعة أمور. Four things. Remember them إن شاء الله we finish. الخاتمة يعني. قال: نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. احفظوهم بقى. نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رهبة ورغبة. نية صحيحة يعني strong intention، يعني sincere intention and strong willpower. You have willpower. You have to have that.
what they call in psychology internal motivation and external motivation. That's what they call. You have the willpower that you see people around you, you want to do. But inside also you want. Intrinsic and external. Niyya, sadiqa, sincere intention, and strong willpower at all times with them that will ignite them all the time. Make your sin, what will make your niyya sincere? And what will make you have strong willpower? Hope in Allah's mercy and fear from His punishment. هذا خلاصة الكتاب يعني. النصيحة كلها. ماشي يا أخوانا؟ فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم إن شاء الله العمل بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. Sincere intention, willpower, hope in Allah's mercy and fear from His punishment إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.